بناء على معلومات واردة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأمبواقي تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبلالة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 49 و 30 سنة وحد 17 ألف قرص مهلوس من مختلف الأصناف كانت مخبأة بأحكام متن مركبتين سياحيتين بعد استكمال التحقيق سيتم تقديم مشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة وحدات الدرك الوطني تبقى مجندة من اجل محاربه هذا النوع من الاجرام وتدعو جميع المواطنين وخاصه فئه الشباب من اجل الابتعاد على مثل هذه الافات والتبليغ عن مرتكبيها بالاتصال على الرقم الاخضر للدرك الوطني 1055 او عن طريق موقع الدرك الوطني على شبكه الانترنت ppge.mdn.dz